صباح الورد والياسمين، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من صباحية الدوزام الأخيرة في الأسبوع. إن شاء الله غادي نختموا بمواضيع مهمة جدا، منها موضوع الهبة في الفقرة القانونية مع الأستاذة خديجة الرقاني. مرحبا بكم معنا. أستاذة خديجة الرقاني صباح النور. صباح الورد سميرة. إذا موضوعنا الهبة اليوم، شنو الخصوصية ديالها قانونيا في المغرب؟ وباش نميزوها على حوايج أخرى، على الصدقة، على واحد مجموعة من المعاملات اللي تقدر تشبه لها. واضح. معنا كذلك الدكتورة ليلى بشرى اليوم، وغادي نتكلموا تحت الطلب ديال المشاهدين على مشكل جلدي محض لكن عنده علاقة يمكن مع أشياء أخرى، نتكلموا على الزونة. معك دكتورة ليلى بشرى، صباح النور. صباح النور سميرة. فعلا اليوم غادي نتكلموا على الزونة، الأسباب ديال هذا المرض الجلدي وكذلك العلاج ديالو. والشاف الهادي محضر لنا وصفة مقترح فيها شوربة بلحم البقرة مع انغيزان كوار، فدائما من الطبيعة تقترح لنا وصفة أو كريم لتصفيف الشعر. ليلى شوي، صباح النور. صباح الورد سميرة، صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم إن شاء الله غادي تكون حاضرة معنا فنانة جسدت الكثير من الأدوار، الشيء اللي جعل شخصيتها راسخة في ذهن الجمهور المغربي، الفنانة السعودية أزكون، والجديدة ديالها كذلك مع المخرج الشاب يوسف بريطل من خلال العمل السينمائي الجديد متواجد حاليا بالقاعات السينمائية الشعبية. حضر معنا كذلك اليوم الخبيرة في الاتيكيت زينب خضراجي، صباح النور. صباح النور لاله سميرة. إذا اليوم غادي نشوفوا معاك شنو من الصواب وشنو في البروتوكول خاصنا نديرو باش نعاودوا نحيوا العلاقات ديال الخصومة ولا غيرها، ياك؟ إيه، كيفاش غادي نتصرفوا في العلاقات أو في الاختلافات اللي كيكونوا ما بين الناس؟ هادشي بعد الفاصل. هي صعيبة القضية شي شوية، لأن العلاقة دائما فاش تكون مخاصمة دائما تنتردو شكون اللي غادي يدير الخطوة الأولى، ياك؟ فكيفاش هاد الخطوة الأولى ممكن تكون أنيقة وتكون يعني بالإتيكيت وبالبروتوكول بلا مخاصمة وبلا حتى حاجة؟ هو كنعرفوا دائما أنه الشخص اللي كيدير الخطوة الأولى وكيتقدم باش يطلب المسامحة أو كيتقدم باش يهدر في الموضوع أو هذا، هو دائما اللي كتكون عنده الشخصية القوية. عكس حنا كنعتقدوا أنه ذاك الإنسان اللي يطلب السماحة راه عنده شخصية مثلا ضعيفة. لا، لأنه العكس، لأن باش يقدر ويمشي ويهضر راه فريمون الشخصيه ديالو قويه. اما اليوم فغادي نتكلموا كيفاش نقدروا مثلا كنشوفوا انه في الحياه اليوميه ديالنا ديال كل يوم كيكونوا الخلافات، كيكونوا سوء تفاهم، فكيفاش نقدروا نتصرفوا بواحد الطريقه اللي هي راقيه. فالشخصيه الراقيه ماشي هي اللي كتكون حتى في الوقيته ديال التوتر كتبقى راقيه وكتضبط النفس ديالها. اما اي انسان الا كان تقيل او الا كان مثلا فرحان غادي يكون بطبيعه الحال غادي يكون انسان راقي. لا، حيت حنا شفنا بدابا في المجتمع ديالنا مع الضغط النفسي والضغط ديال العمل ولي زيكزيجونس لا في، يعني ولو الناس تنفعلوا دغيا ومبقاش الخاطر ومبقاش هذيك العلاقات الراقيه واللي فيها الصواب وفيها الاداب وداك الشيء اللي كنا معروفين به مده وزمان، هذيك كلشي اندثر. بغينا نرجعوا يا ريت لهاد الاشياء هذه، ولكن بعد خطرت داك الشيء اللي دخل تيغلب، الضغط تيغلب، فكيفاش نتحكموا في المشاعر ديالنا وكيفاش يكون عندنا سلوك راقي جدا؟ هو اول شيء هو نحاولوا نقتنعوا بالفكره. انا غنقول واحد المثل غنترجمه هو بلونجلي مثل انجليزي ولكن غنقوله بالعربيه. قال لك المراه، الكاركتير ديال المراه الراقيه بحال تي باك، بحال هذاك الساشي ديال اتاي، ما يمكنناش نعرفوا هي القوه ديالها واش خفيفه واش قاسحه حتى كنحطوها في الماء السخون. فكذلك المراه الراقيه ما يمكنناش نعرفوا واش راقيه حتى كنحطوها في سيتواسيون ديفيسيل، عاد باش كنشوفوا التصرف ديالها. لانه ساهل الانسان، ساهل يعني بواحد السهوله انه يقول كلمه العيب او لا ينطق بشكل ما اللي كتجرح، ساهل. ولكن اللي صعيب هو يتحكم في الافات ديالو ويتحكم في السلوك ديالو. فعلى هذا واحد السيد قال لولده، قال له عرفتي شنو، غادي نعطيك واحد المسامر وغادي تمشي وغادي تدخلهم لي كل ما فهاد الحيط. مشى الوليد قال له بيان سور دغيا، مشى ويدق كاع هذوك المسامر، دقهم دغيا دغيا دغيا، دخلهم في الحيط بسرعه. هو يرجع ويقول له صافي راه كملت، هو يقول له عاوتاني الاب ديالو ورجع وحيدهم عافاك. ويرجع فاش يحيدهم لقى واحد الصعوبه باش يحيد هذوك المسامر، ومن بعد بقى حتى يحيدهم. ويرجع عند الاب ديالو قال له صافي راه حيدت المسامر.
ويقول ولكن عرفتي راه صعيب باش نحيدهم، علاش دخلتهم اصلا من الاول؟ اون بلوس بقى الحيط خايب. ويقول الاب ديالو شفتي هذوك هما الالفاظ وهذوك هما الكلام باش كنجرحوا الناس، ساهل ندخلوه ساهل نقولوه، ولكن صعيب في التحياد، وحتى فاش كنحيدوه كتبقى لا تراس في الحيط. يعني الانسان فاش كتجرحوا راه يقدر يسامحك، تقدر تحيد، ولكن لا تراس دائما كتبقى. اكيد. فلهذا اليوم غادي نشوفوا لا ميثود ساندويتش. ساندويتش، هي ميثود ساندويتش. كنعرفوا ان لو ساندويتش فيه ثلاثه ديال الطبقات، الاولى الثانيه الثالثه. فهكذا مثلا الا بغينا مثلا عندي مثلا شي حاجه ولا بغيت نعاتب شي حد ولا بغيت نختلف معاه، فنقدر راه ما يمكنش، حنا دي زيتر هيومان عاديين، ما يمكنش ما نختلفش ما نقول حتى شي حاجه، ولكن غير الاسلوب هو اللي كيختلف. فغادي نمشي مثلا عندك وغنجي عندك سميرة وغنقول لك الطبقه الاولى، غنقول لك سميرة بغيت نهضر معك في واحد الموضوع لانه ضرني في خاطري بزاف، ولكن حيت زعما معزتك عندي هي اللي خلاتني جات نهضر معك عليه الطبقه الاولى، وانا متقنة انك ما قصدتيش ولكن غير بغيت نوضحوا الامور. الطبقه الاولى يعني كندخل بواحد الطريقه زوينه، حيت الا اتهمت سميرة وقلت لها قلتي وهذا وما يمكنش، واش تي سميرة دابا وتحطي لي من عينيا وهذا، ولا صافي ديك سميرة توت سويت غادي هذاك الشخص اللي قدامي غادي يولي في الدفاع، صافي حيت اتهمته غيدافع على راسو. دونك كنبقاو في الطبقه الاولى كنجيب كنقول بحال هكذا، والطبقه الثانيه تاع الساندويتش اللي كيكون فيها هذاك الشيء اللي كونسيستون فوالا. دونك كنجي كنقول المشكل مثلا او سوء التفاهم اللي سمعت او اللي اختلفنا عليه كنقول كله هو، وفاش كنكملوا يعني اي نتيجه وصلنا لها فاش كنكمل كنعاود نسد داك الساندويتش اللي هي الطبقه الثالثه، وكنقول لك عاوتاني والله الا دابا انا فرحانه بعدا ارتاح لي قلبي شويه وناكلاغيتي لي شويه وضحنا الامور الحمد لله، دابا ما بقيتش بعدا شاده في خاطري وشكرا، وراكي عرفتي راسك انت انا عزيزه وهذا لا ولا كنسد الساندويتش. شنو هو الحد ما بين هذا الشيء اولا الحاجز ما بين هذا الشيء وما بين النفاق؟ لان بحال دابا تجي تقول لها وانا فرحانه وانا هادي وانت راكي مقلقه عليها. لا ما قلت لهاش انا فرحانه، ما قلناش لها فرحانه، قلنا لها دارني خاطري، ولكن انا عرفت يقدر لي ما قصديش. يعني فرحانه حيت هضرت وجيك لاغي في لي شوز وعرفت اشنو كاين، اما النفاق حيت بزاف الناس كيختلط عليهم راسهم. المهم ما دارش شكرا، كيختلف لهم ديما لي تيكيت وفن الحديث والمجامله مع النفاق. راه النفاق في شكل النفاق بعدا اللي كيكون منافق كيكون قلبه خايب بعدا لداخل، النيه بعدا خايبه. اما فاش كنجيب نيه واحد النيه زوينه بغيت نهضر معاك مزيان وبتغلق شي طريقه سلسه باش نتواصل معاك زوينه، وراه كلشي سبحان الله كيبان على الوجوه ديال الناس. اكيد 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 سماهم على وجوههم. دونك الساندويتش هو اللي نديرو فاش نبغيو نتصالحوا مع الناس. اييه. رده الفعل ديال المتلقي، حيت قبيله حنا تنهضروا في الكواليس مع السيدات هنايا، تيقول لك راه يقدر يكون عندك سلوك راقي وتمشي انت دير الخطوه الاولى، ولكن ما تقدرش تلقى ما تكونش تجاوب من الجهه الاخرى. ماشي دائما غادي نلقاو تجاوب، ولكن كنعرفوا واحد الحاجه ما عمرنا حنا كنقدروا نبدلوا الناس. دونك الواحد كيبدل راسو، ما نبقاش نقول انا خاصني نهبط المستوى ديالو باش يفهمني، راه ما يمكنش، راه كل كيبقى واحد لا نطلع الناس المستوى ديالي باش يقدروا هما يفهموني وهكذا باش نقدروا نتطوروا. اما الا جيت نبدل الناس عمرني ما غنقدر نبدلهم، كل واحد يبدل راسو، يبدا براسو باش يبدل المجتمع باكمله. هو واحد الصفه اللي فينا حنا في المغاربه، ما كاينش شي واحد اللي يجي يطلب منك السماحه وتردو. يعني هذه ما عمرني ما شفتها. اكيد اكيد. سيدة زينب خضرة جيت تنستمتعوا كثير وتنستفدوا كثير بالحضور ديالك، صافا ما تبخليش علينا بتلبية الدعوة الصباحية الدوزام. شكرا لك مرة أخرى في بداية هذه السنة، نتمنوا بأن النفوس تهدى والقلوب تحان والمياه ترجع لمجاريها لملا. شكرا لك مرة أخرى، نمشيو اللحظة نواصلوا فقرة صباحية الدوزام مع الفقرة القانونية والأستاذة خديجة الركاني. ومعك أستاذة خديجة الركاني، أنا نعطيك الساندويتش ندير لك الأولى. انا وياك تبقى الاولى، تبقى الاولى استاذ خالد. صباح الخير. انا وياك ما تنحتاجوش سميرة. الحمد لله، الله يخلينا، الله يدوم المحبه لله. اذا اليوم كيف ما قلنا غادي نتكلموا على الهبه، وشنو الفرق ما بين الهبه او الهديه او حوايج اخرى اللي تتشابه في المعنى ديالها. شنو هي الهبه قانونيا؟ الهبه هي واحد الموضوع قانوني اللي كيعالج واحد القانون اللي كيتسمى مدونات الحقوق العينيه، ولا اللي معروف بالقانون العقاري. وهذا القانون هذا عرف اخر تعديل في شهر نوفمبر سنه 2011، كان فيه يعني الجديد، ومن ضمن الجديد اللي كان فيه كان بعض يعني التعديلات اللي طرات على هذه المقتضيات اللي كتنظم الهبه. الهبه هي كتغالط اكثر يعني مع الصدقه. اما موضوع الهديه
ربما هو مرتبط بمجال اخر، مجال ديال مثلا الرشوه. امتى كنقولوا الرشوه؟ يعني في اطار يعني واحد الفساد اللي كيكون مستشري في شي مجال معين، الحدود الفاصله. نعم، الحدود الفاصله ما بين هذيك الهديه اللي هي مقبوله وقانونيه ما كيمنعش القانون، وما بين الرشوه اللي هي سلوك قانوني وغير قانوني، وماشي غير ماشي قانوني، جريمه يعاقب عليها يعني القانون الجنائي. والاكثر من ذلك يعني الدستور جاب الكثير من المستجدات اللي كتمشي في هذا الاتجاه ديال محاربه الفساد وربط المسؤوليه بالمحاسبه. الا بغينا نرجعوا لمدونه الحقوق العينيه او القانون العقاري، وكيفاش كيعرف لنا الهبه؟ كاينه واحد المواد من 273 حتى 289 كلها كتهضر لنا على الهبه، كتقول على ان الهبه هي تمليك واحد غالبا كيكون عقار، كيكون ان بيان اللي هو عباره عن عقار، تمليكه لواحد الشخص بدون مقابل بدون عوض، ولكن من اجل هذاك الشخص. يعني كتوهبي ليه لا دوناسيون، كتوهبيه ليه هو. وكاينه الصدقه، الصدقة هي كنعطيو شي حاجة كنتصدقوا بها عقار أو غير عقار، ولكن لوجه الله. هذا هو الفرق بيناتهم. وكاين فرق آخر، يعني ما تيهمش الشخص اللي تياخذ الصدقة، باغكونت كيكون هذاك مهم يكون شكون هو هذاك، كيكون هذاك باغي الخير وعنده واحد المنطلق ديني، وبالنسبة ليه يعني المنطلق ديالو ديني وديال الخير، وبغى كيقلب على مرضات الله. بالنسبه للهبه، هذا كتعطي الشخص بينك وبينه، كتوهبي لي شي حاجه. غير اللي سمحتي لي سميره، حيت ما غاديش نتكلموا اليوم على الصدقه، غنتكلموا على الهبه. غير قلنا بان هذا هو الفرق الاول. بالنسبه للمقتضيات والاحكام هي بحال اللي كتطبق على هذه كتطبق على هذه. كاين فرق اخر اساسي، وان الصدقه ما يمكنش نرجعوا فيها. علاش الهبه نقدروا نرجعوا فيها؟ الهبه بشروط، ممكن انا نرجعوا فيها بشروط. تفضلي بالسؤال ديالك. السؤال ديالي كان هو عرفت مؤخرا بان واحد باغي يوهب شي حاجه عنده ضرائب، واش كاين شي مستحقات للدوله باش فاش تعطي الهبه؟ هذه في الحقيقه مرحله متقدمه في النقاش. زربت الموضوع، لانه تا هو اختلاف مهم مع هذا الموضوع ديال الصداقه. في الموضوع ديال الهبه، هو مثلا كان الامر يتعلق بعقار ومحفظ، وبغيتي تخلصي الرسوم ديال التسجيل ديالو، يعني في المحافظه العقاريه باش ينتقل الاسم ديال الشخص الموهوب له. هي عاده الرسوم ديال التسجيل كتكون 4% بالنسبه للعقارات اللي كتكون بنيه، و6% اذا كانت ارض عاريه. هذه في عقود البيع مثلا، ولكن اذا كان عقد هبه 1.5%. اي دمي بورسون. ولكن امتى هذه؟ اذا كانت ما بين الازواج وما بين الاباء والابناء ديالهم، ولا كان شي واحد من العائله؟ لا لا لا، هذيك كتكون الاداءات اخرى، بالاضافه الى ان واحد الضريبه اخرى تي بي وداك الشيء، هذه معفى منها. يعني هاد الازواج والابناء مع الاباء ديالهم ملي كيديروا الهبه كيكونوا معفيين من الاداء ديال هذا النوع ديال الضريبه. هذا استاذه خديجه روكاني، بحال دابا انا عندي ملك وبغيت نوهبو اون فادير البنت خويا ولا خالتي ولا جداتي، لا هو محصورين بحال بيع وشراء. لا هو محصورين، يعني كاين الاصول حتى لواحد الدرجه مع الفروع حتى لواحد الدرجه. وكاين يعني الازواج بعضياتهم، كاين الازواج بعضياتهم. علاش يعني هاد الفرق؟ لان كاينه حقوق عند الدوله، وهذه يعني معاملات، وما خصش يكون تمييز في المعاملات، والا يولي كل شيء ما يديرش عقود البيع ويجي يدير عقد الهبه. ما يمكنش. كاين واحد المقتضى اللي هو ماشي في الفصول القانونيه اللي كتنظم الهبه، ولكن اللي كتنظم الصدقه، وعلى ما اعتقد الماده 291 اللي كتقول واحد الفقره الثانيه فيها لا يجوز ارتجاع، يعني انك ترجع هذاك الملك المتصدق به الا بارث. يعني ملي كتصدق ما يمكنش تعاود ترجع نهائيا ولا ترجعوا الا الى عاودتي ورثتيه من هذاك الشخص اللي صدقتي ليه. فبعض المحافظين العقاريين اللي في المحافظات العقاريه كيقبطوا هذه الماده وكيطبقوها على الهبه، وبالتالي كاينه حالات مثلا ديال الازواج، مثلا الزوج كيوهب الزوجه ديالو او هي كتوهب الزوج ديالها، او مثلا الابناء مع الاباء، ومن بعد مثلا كيبغي هذاك الشخص يرجع هذيك الهبه، مثلا كيتفاهموا كتعاود توهب ليه شي حاجه اخرى هو هذاك
كيقول لها لا ما يمكنش ما نسجلش لك هذاك العقد او ما نسجلش لك هذاك العقد لانه كاين الفصل الفلاني. اولا هذا مقتضى ما كيتعلقش بها، ثانيا هذه واحد القراءه السلبيه لان كاين بزاف ديال الازواج اللي كيعانيوا من هذه القضيه. ما عرفتش واش واضحه هذه الصوره ولا ما واضحاش. باش الا بغيت نبسط اكثر، مثلا كاينين جوج الازواج نبقاو في الكوبل لان بيناتهم وفين كتكون الهبه مشاكل. مثلا الزوج وهب زوجته او العكس، دازت واحد المده بان ليها انها هي بغات تعاود توهب ليه هذاك العقار او هو يعاود يوهبوا ليها، كيستعملوا داك يقول له لا لانه اصلا كان موضوع هبه ما يمكنش كترجعوه عن طريق هبه، يعني ما يقدرش يكون موضوع هبه بيع وإما. ولكن هذا ما كاينش فصل صريح، يعني واحد التاويل ماشي تفسير، واحد التاويل سلبي لواحد الماده قانونيه. وهذا الشيء اش كيخلي؟ كاين تضارب في التعامل مع هذه المقتضيات القانونيه. كاين بعض المحافظات العقاريه اللي كتقبل عاود هذا العقد ديال الهبه للمره الثانيه، كاين محافظات اخرى اللي ما كتقبلهاش. بالنسبه لكيفاش كيفاش الشكل ديال هذه الهبه؟ هذه الهبه ضروري خصها تكون في واحد العقد رسمي. ملي كنقولوا عقد رسمي، اما عند العدول، اما عند الموثقين، اما عند مكتب ديال المحاماه، يعني ديك الجهات اللي كيكون كيخول لها القانون انها تكتب هذه الرسوم. خصها بطبيعه الحال حتى هو تكون فيه الشروط، من ضمن الشروط ان ذاك الشخص اللي غيوهاب خصها يكون سن رجل قانوني، خصو ما يكونش في ذاك واحد مرض الموت، خصو واحد مجموعه من الشروط وخصو يقبلها. ذاك الموهوب له مثلا هذاك العقار خصو يقبلها. سيقبلها شفويا ولا كتابيا؟ لا كي 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 قدام محامي ولا قدام كيفاش كيكون هو القبول؟ القبول كيقدر وخصو يتحوز بداك الشيء، خصو يحوزو في الحياه ديال الواهب. ولكن الا كان العقار محفظ يكفي ان يوقع ذاك التسجيل كيتسمى حاز العقار واخا ما يكون ساكن فيه. والا كان مثلا غيكون مطلب ديال التحفيظ حتى هو كيعفي من هذاك الحيازه، من الحيازه بهذاك المفهوم. الهبه كيف ما قلت لك بان ممكن نرجعوا فيها، وكيتسمى في القانون كيتسمى الاعتصار. ولكن في حالات بحال هاد الحالات، مثلا الهبه ديال الام والاب مع الابناء ديالهم، مثلا الى صبح هذاك الواهب مثلا عاجز، ما بقى عنده والو، ما بقى عنده باش يعيش، ما بقى عنده ما يصرف ما والو، ممكن انه حتى هو يرجعها. ولكن الا مثلا هذاك الشخص مثلا خسر عليها فلوس ورفع من القيمه ديالها، راه الاخر يقدر يرجع هذاك الفرق. ولكن الا تصرف فيها ما يمكنش يرجعها. وكيفاش يمكن كترجع هذه الهبه؟ هذه الهبه كترجع اما بالاتفاق وبالتالي كيكون عقد اخر، وحتى ذاك العقد الثاني كيعاود يتسجل في المحافظه لك العقار محفظ، واما بحكم قضائي. وكاين بعض الحالات اللي ما يمكنش توقع فيها انها تسترجعوا. بحالاش جوج الازواج مزوجين، واحد وهب فيهم الاخر شي حاجه، ما يمكنش يطالبوا يرجع عليه نهائيا، ما يمكنش الا الى قبل الاخر، الطرف الاخر لا قبل ما يمكنش، يعني بين الازواج غير ممكن. عاوتاني الى هذاك اللي الواهب مثلا او الموهوب له، الى مات فيهم شي واحد مثلا طلبنا باش ترجع، ولكن واحد فيهم مات، صافي كتوقف المساله ما يمكنش تستمر. يعني على اين في القانون كاين حالات محدده اللي ممكن من خلالها اننا نرجعوا نرجعوا في هذاك العقد ديال الهبه وكيتفسخ، وبالتالي كان الا ما بغاش ما كانش هذا الشيء اتفاقي ومشى الشخص للمحكمه كيتسمى الاعتصار. والمصاريف والنفقات ديال هذا الشيء كتكون على عاتق هذاك الشخص الواهب، لانه هو اللي كيطلب باش ان ترجع له الهبه ديالو، العكس ديال الصدقه تماما لا يمكن الرجوع فيها. واضح وضوح الشمس في نهار جميل. شكرا لك استاذه خديجه الركاني. الله يذكره بخير. تماما ويطول عمره. امين امين. شكرا لك استاذه خديجه الركاني على كل التفاصيل المهمه جدا والفرق ما بين الهبه والصدقه. غادي نرجع لك دكتوره ليلى بشرب بعد قليل الوقت اللي نطيبوا فيه الوصفه ديال اليوم مع الشيف هادي. هادي صباح النور. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. لما شربة
اليوم الشوربه ديال اللحم والطريقه باش غادي نديروا هذه الشوربه، لان كنعرفوا دابا وقت البرد وخصنا شي حاجه باش نسخنوا راسنا، وبالاخص في ديك الوقيته ديال العشيه. دونك ما فيها باس نديروا لهم واحد الشوربه اللي هي كتمشي باللحم وواحد شويه ديال اللوبيا. ربما اللوبيا كتلقاوها عندنا مثلا شايطه في الدار او لا استعملناها ولا شي حاجه نستعملوها، وما تنحسوش وما تحتاجوش بزاف ديال المقادير، اللي تنحتاج شويه ديال اللحم شويه ديال اللوبيا. بطبيعه الحال المقادير تلقاوهم على الشاشه. هنا لو سوكر اللي غادي ندير وهو ديال الجبنه. هذه الجبنه هذه بغيت نديرها لان بارفوا تنديروا الكريمه او تنديروا مثلا لاصوص طوماط مع اللحم، وكيجينا شويه قاصح، وبالاخص الا حنا نديروا بكري، بالاخص الا درناه غلمي كتبقى ديك الريحه ديال الغلمي. دونك باش تنهرسوها بالجبنه. هذه الجبنه تحيد هذيك الريحه مجهده. اي وحتى الناس مثلا الا بغينا نديروا مثلا لاكريم، عوض ما نديروا لاكريم تنديروا هي تتجي جديده، وحتى اللون تيتبدل. وحتى بارفوا تنشوفوا مثلا دوك لي سكالوب اللي تلقاهم في ايطاليا مثلا او كاع البحر المتوسط، تيديروا دي سكالوب ديال اللحم ديال البقري او لا حتى يمكن نقولوا هذاك العجل، تيتقطع رقيق، ملي تيساليوه تيديروا ليه الجبنه من الفوق، تدوب في واحد النوع ديال السلاماندا اللي تنديروها بالعافيه تطلع جديده، تتجي غزاله تبارك الله. وحنا انا بغيت نوظفها في هذه لاصوب هذه، وما فيها باس حتى هذه لاصوب هذه ملي نطيبوها نحاولوا ما امكن نضيفوا لها شي حاجه ما اخرى، مثلا نقدوا نضيفوا مثلا كرواسات عامرين بشي حاجه، نقدوا نضيفوا البقوله لا البقوله كرواسات عامر بقوله بحال هكا. انا زعما اللي غادي يرافق هذا أكيد. ربما حتى هذه الجبنه هذه اللي ما بغاش يديرها هنا مثلا يقدر يخلطها مع الزعتر شويه ديال الازير شويه ديال الثومه شويه ديال الربيع، ويديرها في دي تاختين صغار ياكلهم تيجيو غزالين. وحتى سميتو الحرشه بالزيتون تيجيو معهم غزالين. هذا الطبق هذا تنحتاجوا ليه البصله، تنقطعوها البصله وتنحاولوا ما امكن هاد نقطعوها رقيقه بحال هذا الشكل هذا، لان هي غادي خصها تمشي بحال واحد جاغدة ديال سميتو ديال الخضر. ان شاء الله في المستقبل غادي ندير هاد الجاردان ديال السوبا ديال الخضر، خاصه غير بالخضر بحال الطريقه هذه. من بعد تناخذ شويه ديال الزيتون بعد ما تنكون سخنت مزيان الكميله فاش غنديروا لاسوب، تنهز البصله. وهنا لي سوكر ديال لي سوب، جميع لي سوب اللي بغيتو ديروهم في الدار كيما بغاو يديروهم، مادام نتوما تتكثروا في البصله هي ولي تتعطي المذاق. ياك تتلذد. تتلذد بزاف. اللي تيديروا مثلا البصله تيدير مثلا غير نص. ولي تيدير البوارو. البوارو حتى هو خص ديري اي لو سوك البوارو تيجي غزال مع البطاطا، البطاطا تيجي غزال. اي سوبا درتوها في الدار حاولوا ما امكن ديروا جوج ثلاثه اربعه ديال البصلات ما تخافوش، لان هي اللي غادي تلدينا وتعطينا السوبا زوينه. هادو هما لي سوكر ديال لي سوب. اكيد. وحتى ملي لي سوب ماشي نديروا ذاك، كان واحد السيستم ايطاليان اللي كيديروا زمان، تيهزوا كل شيء الخضار يفرغوا الماء يخلوها نو، خص كل حاجه تتشحر تمشي بوقتها. واضح. دونك تنديروا هذا، تندير عليها اللحم. قطعات ديال اللحم ياك؟ قطعات ديال اللحم تنقطعهم بحال هذا الشكل هذا، واحد رابعه. حتى هو تنضربوا غير واحد جوج دقائق، ما بغيتوش باش يتشحر. نو ما يتشحرش، بغيتو غير جوج دقائق، بحال اللي غادي نديروا السوبا ديال الحريره. الحريره بطبيعه الحال هي السوبا نيت. على الطريقه هذه نخليوها جوج. هنايا تنزيد ليها، ما تنزيدش الملحه، تنزيد غير شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزعتر، وتنزيد هنايا شويه ديال الكمون. الكمون هو تنزيدهم هنايا. علاش درت الكمون دابا؟ لان كي كنشوفوا كيما قلت لك الطبخ فيه بزاف ديال الاشكال. هذا الطبخ تقريبا هندي هربناه للمغربي، لان هما الهنود هما اللي كيسبقوا كيسبقوا التوابل بحال الطريقه هذه. من بعد ناخذ اللوبيا اللي كتكون شاطت ليا في الدار، مثلا اللوبيا ديال الدار كنكون طيبناها بالمطيشه والثومه والبصله وكل شيء، تنزيدها حتى هي، لان هي وقتها دابا التوابل سميتو القطاني هذه هي وقتهم. نزيد هنا بحال هذا الشكل هذا، حيدو هذا. من بعد تنزيد لها الفلفله، الفلفله تناخذها على شكل مثلا عاشق عاشق، حتى هي تنقطعها رقيقه بحال هذا الشكل هذا، ما تتبانش لان تعطي النسمه ديالها زوينه. انا قليل فاش نشوف يعني شوربه ولا هذا فيها الفلفله. تتجي غزاله تقيبيه. هنايا ما خصناش نسخنوها، ما خصناش نقليوها، يعني هي اللي بغينا غير ذاك الماء ديالها وينزل في لاسوب. حتى انا واحد العاشق حتى هي، لان جميع الاطباق اللي فيهم الفلفل هي كيعطيو مذاق زوين. اكيد النسمه ديالها زوينه فاش تبدا تطيب تعطي رائحه جميله جدا. وسيرتو الا كانت الفلفله مثلا حمراء او صفراء، لان الحمراء والصفراء فيها النسمه اكثر كما شرحت لك المره الفايته. اكيد. دونك تندير هذا الشيء هذا دائما بحال الطريقه هذه. هنا شنو تناخذ؟ تناخذ ذاك الجبنه.
هنا تناخذ دوك ثلاثة فوماج تنديرهم ثلاثة المربعات باش تيذوبوا ليا مع هذا الخليط ديال سميتو. وملي تن 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 تنطيبوه تيوجد كيعطي واحد النسمه هائله أكيد. ما تشبعيش بها هنا تتخلط بحال غادي نديروا عوض ما ندير مثلا الزبده تنديرها هي من بعد تناخذ شويه ديال الصلصه ديال الطماطم اللي مثلا اولا جوج طماطيشات كنطحنهم مزيان كيعطيو لي هذه الشهاده وكنبقى نخلطهم واحد المده ديال 6 حتى 7 دقائق حتى 10 دقائق على حسب العافيه كما دايره. من بعد كنشد باقي ما درتيش الملحه؟ لا ما درتش الملحه لان دائما لي سوب كما بغا يكونوا لي سوب بالملحه والابزار نحاولوا ما امكن نخليهم حتى لاخر لحظه حتى لاخر لحظه. هنا كنزيد الماء واحد لترو ديال الماء وخص هذا اللون خصو يمشي مع هذا اللون هذا كما شتي كيمشي هذا اللون هذا كيهرب للحموريه والصفوريه. هنايا ندير هذا الماء هذا دونك تنخليه هنا كيتغلى لي واحد المده ديال 45 دقيقة حتى لساعة حتى كنحس أن اللحم بدا كيتبدل في اللون ديالو اللحم كيتبدل في اللون ديالو. عاد يمكن لي نزيد الملحة نزيد الملحة وتنزيد شوية ديال الإبزار شوية ديال الإبزار لأن الإبزار تيشكر في اللام. إيه علاش لي سوب علاش ما بغيتش نديرها في الأول خليها حتى الأخر ومن الأحسن يستحسن إلا كانت الإبزار الأبيض كيعطي واحد المذاق هائل وكيطلع علينا السوبة كما بغيناها. هنا ملي تطيب تنخليوها ترتاح تقريبا واحد 4-5 سوايع وماذا بينا نخليوها ليله كامله ليله كامله جميع الاطباق اللي كنكونوا دايرينهم بحال هذا الشكل هذا ما فيها باس نوجدوها اليوم حتى الغد ليه والغد ليه عاد ناكلوها لان كتعطينا واحد المذاق هائل. وكما تتشوفي مثلا الاطباق الهنديه او حتى الطاجين المغربي الا ما كانش فيه مثلا البطاطا كانت فيها غير الخضره اللي شي شويه الا خليناها ارتاحت غير واحد نص ساعه حتى لساعه كيجي لذيذ بزاف لان كل شيء ترولاكسا واللحم اللي فيه البقري مادام هو تيترولاكسا تيطلق تيتحل مزيان وكيعطي ذاك المذاق هائل. انا غادي نوريك الطبق النهائي كيخرج الطريقه هذه ناخذوا شي حاجه باش نهزوها هذا هو السلاح ديالي فين مشيت خصني نديو المسائل ديالنا. دونك حنا وجدناها تنهزو على الطريقه هذه كما تشوفي اللون ديالها تبدل باش كتشوفي هذاك الفرماج اللي درنا بدل اللون ديالها وعطى واحد الكولور بارفو اخترات شي شويه اخترات حتى كما تشوفي السوبا الحريره حنا في المغرب باش كتبدل اللون ديالها بالطحين باش فاش ندوروها ولا بالماء تاش هاد الحك نو الحريره اللي حنا في المغرب كي كنديروا الحريره كي كنديروها كنديروها كتبان لينا كلها حمراء وملي تنزيدوا فيها هذاك القصبر والمعدنوس والكرفس كتولي شويه خضراء خضراء كتولي خضراء وملي تنزيدوا فيها هذاك التضويره كتبدل في اللون كتصفر دونك حنايا بدلنا اللون هنايا بالفرماج والطبق ديالنا كي جا خاطر اللون ديال الحريره نيت ياك رائحه زوينه بعدا واش تي اللحم كي كيبقى اللحم هنايا ريفاس كاين نورمالمون هاد لاسوب هاد لاسوب هادي نورمالمون كتمشي نورمالمون بسميتو باللحم ديال الراس لاسوب ديال اللحم ديال الراس اييه كتمشي واحد لاسوب ديال اللحم ديال الراس كتجي غزاله بزاف. انا حاولت ما امكن ندير فيها سميتو هاد اللحم ديال البقري باش كتعطي واحد المنظر هذيك وريقه سيدنا موسى ما قلتيش شنو وريقه سيدنا موسى لا عرفتي شنو وقع لنا وقت سيدنا موسى قبيله فاش كنا نصايبو انا وعمر ملي صايبنا للسوبا واحد ورقه موسى هزيتها وحطيتها وتنقلب تنقلب فين مشات ديك ورقه سيدنا موسى اللي كانت السوبا. سيدنا موسى شكرا لك بزاف على الشرب هذا اليوم جميل اننا نبدلوا بحال هكا الوصفات ونكتشفوا اذواق جديده. شكرا لك يا شيف هادي على الوصفه اليوم. شو اللحظه نكملوا حلقه اليوم صباحيه دوزيام هذه المره كيف ما وعدناكم بالفقره الصحيه والدكتوره ليلى بشرى. معك دكتوره ليلى بشرى اليوم غادي نتكلموا على مرض اللي كاين بزاف في المجتمعات كلها والمجتمع المغربي طبعا مرض سميتو الزونا او تنعيطوا ليه بالعربيه الطفح الجلدي المؤلم ياك دكتوره؟ اها وي شنو هذا المرض هذا؟ شرحيه لنا علميا وطبيا شنو يعني؟ الوغ الزونا هو واحد المرض جلدي كيجي خصوصا للناس اللي السن ديالهم اكثر من 50 سنه هذا ما كيعنيش غير انه ما كيجيش غير من مورا 50 سنه يقدر يجي كذلك عند الشباب. الوغ هذا المرض هو تعفني راجع لواحد لو فيروس هذا لو فيروس هو ديال بوشويكه دايوغ سميتو فيروس فاريسيل زونا
دونك هذا الفيروس لما كيجي الاطفال الصغار على شكل فاريسيل بوشويكه كيبانوا دوك النبيلات الصغيورين اللي كيكونوا كيحكوا داكو واللي ما بين القوسين نديروا لهم زيت ارغان افكتيفمون كنقولها لي باسيون انهم يديروا لوليداتهم زيت ارغان فاش كتكون فيهم بوشويكه كتعاون بزاف على لا سيكاتريزاسيون دونك هذا الفيروس كيبقى واحد 10 ايام حتى 15 يوم وكيبر اللي خصنا نعرفوا هو ان هذا الفيروس لما كيبر كيبقى مخبي في دي غونغليون نيرفو هاد لي غونغليون نيرفو هما بحال اللي قلتي كاينين عندنا بزاف لي غونغليون نيرفو في الذات ديالنا بحال وليسيسات هاد لي غونغليون نيرفو كيخرجوا منهم عصيبات وشاك غونغليون نيرفو كيتحكم في واحد لا بارتي من الجلد ديالنا ولا من لو كور ديالنا كيف كنشوفوا في هذاك لو شيما اللي كيبان دابا على الصوره هاد الذات ديالنا كلها ولا الجلده ديالنا كلها مقسمه لدي بوند دونك شنو كيوقع هاد لو فيروس كيبقى ناعس سنين واحد النهار لان هاد الشخص اللي حامل لو فيروس المناعه ديالو كتنقص لسبب ما يقدر يكون ارهاق شديد يقدر يكون مرض يقدر يكون مرض خبيث بحال الكونسير ولا اون شيميوثيرابي اللي كتهبط المناعه بزاف دونك لو فيروس كيفيق دونك لما كيفيق لو فيروس فهو كيمشي في دوك داك العصيبه اللي خارجه من لو غونغليون نيرفو كيمشي حتى لهذيك لا بوند ديال الجلد وكيبان فيها الطفح الجلدي هذاك الشيء علاش تيجيو دي زون اللي فيهم الزونه ماشي كلشي ما كيجيش للذات كلها دونك وغالب الاحيان كيجي في الجهه ديال القفص الصدري كنقولوا اون دومي سينتور نصف كنقولوا حزام نصف حزام اكزاكتومون دونك كيجي كيف كنشوفوا في الصور كيجي في اون انتركوستال ياك وكيبان على شكل حبيبات الوغ في الاول كيفاش كيبان الشخص قبل ما يبان هذا الطفح الجلدي ولا هذه الحبيبات كيحس بالالم في ديك البلاصه دي فوا ماشي الم كيحس بواحد الاحساس شويه غريب بحال الضو كيضرب تماك ولا بحال الحكه من بعد كتبان الحموره وفوق من الحموره كيبانوا دي بتيت فيزيكول فيزيكول هما نبيلات صغيورين دايوغ هاد النبيلات كيشبهوا النبيلات ديال الحبات السخانه لان سي لا ميم فامي دو فيروس ولكن كيجيو كما قلت على شكل اون بوند ودونك كيبانوا هاد لي فيزيكول من بعد هاد لي فيزيكول في وسط منهم كتبان بحال واحد النقيطه كحله وكيبداو كينشفوا كيبداو كيطيحوا اللي خصنا نعرفوا بان هاد الزونه ممكن يبرى بوحدو هاد لو فيروس كنبرو منه ما نحتاجوش لدواء ولكن شنو هو المشكل هو ان لو فيروس خصنا نعرفوا انه كما قلت كيمشي من لو غونغليون نيرفو كيقبض في الاعصاب باش كيمشي للجلد في الجلد فهو كيبرى ولكن شنو كيوقع كيدير لنا دي ديغا وكيدير لنا التهابات في هذاك لو نير اللي هو من بعد كيخلي لنا الم كثير بزاف وهذا الالم اعظم مور الجلد اللي فيها المشكل هذا الالم هو اللي كيكون صعيب لان كيوقعوا التهابات في داك لو نير بحال كيتكال والشخص كيبقى عنده الام اللي كتكون صعيبه بزاف كتسمى لي دولور بوست زوستيريا دونك خاصنا نداويو خاصنا نشخصو وخاصنا نداويو بالنسبه للتشخيص التشخيص هو سهل الاطباء كلهم كيعرفوا هذا المرض دونك التشخيص كيكون بالفحص السريري وكنعطيو الدواء للمريض الدواء كيكون على شكل مضادات الفيروسات اللي كنعطيوها لواحد المده ديال 7 ايام ولكن كنعطيو جرعات اللي كتكون كبيره بزاف لانني كنشوف بعض المرات دي زوردونونس اللي كنلقاو جرعات خفيفه لا خصنا نعطيو واحد الجرعات اللي كتكون مجهده بزاف الهدف منها هو اننا كنعجلوا بالشفاء من هذه الزونه وكذلك اننا كننقصوا من احتمال ظهور هذوك لي دولور بوست زوستيرين ولا داك الالم اللي كيجي من مورا الزونه واخا في التشخيص ديالكم ما تتقلبوش على السبب ديال الزونه باش نقادو حتى هو نداويو باش ما عرفتش يعني هي الزونه داويناها ولكن بقى المناعه هابطه انا غنفسر لك كما قلت المناعه تقدر تهبط بسبب ارهاق نفسي ولا ارهاق جسدي الوغ لما الشخص اون جينيرال بحال دابا الشخص كيداوى على الكونسير كيكون معروف فهمتي معروف شنو هو السبب راه كياخذ لا شيميوثيرابي عليها هبط ليه المناعه واخا دكتوره واش فاش حنا تعالجنا من الزونه خاصنا يمكن نعالجوا السبب لان المناعه غتبقى هابطه لينا لا الوغ هذه المناعه لما كتهبط تقدر تكون هبطت بسبب ارهاق نفسي ارهاق جسدي بسبب كما قلت ان كونسير اللي كيكون معروف والشخص كيكون سو شيميوثيرابي دوك كنعرفوا علاش هبطت المناعه في حين لما هاد الزونه كيجي في جوج المناطق ولا ثلاثه المناطق في مره واحده هنا كنتسائلوا لان ما يمكنش الزونه يبان في ثلاثه المناطق في خطره واحده هنا كنقولوا هذا الشخص عنده المناعه هابطه بزاف هنا كنديروا ان بيلون كنديروا فحوصات باش نشوفوا واش كاينه شي حاجه من مورا هادشي كيقدر يكون اما يكون كونسير ولا في احيان كثيره كيكون مرض السيده
كنديروا التحليله ديال الفياش لان كتكون المناعه هابطه بزاف وهاد لو فيروس كيفيق ولما كيفيق ما غيفيقش في اون سول بوند كيتهيج اكزاكتومون كيبان لينا في عده مناطق في الجسم وهنا اللي طبعا العلاج ما تيتقتصرش على هذوك الحبات سبعة ايام وحتى العلاج كيكون المده ديالو كتكون اكثر والجرعات كتكون اكثر لان الشخص المناعه ديالو هابطه بزاف وبالنسبه للمناطق اللي تكلمنا عليها سميره فهو كما قلت يقدر يجي اون انتركوستال في القفص الصدري يقدر يجي في الوجه الجهه ديال العين ومعروف لزونا اوفتالميك صعيب حتى هم كاين بزاف في العين في هاد المثلث ديال العين وكيقدر يقيس القرنيه اللي هي لا كورني كيتسبب لينا في مشاكل ديال البصر وكيفاش تيبان في العين كيفاش الوغ كيف كنشوفوا في الصور كيكونوا ان الحبوب في هاد المربع ديال الوجه والعين كتحمر دونك خصو يشوفوا لو ديرماتولوج الطبيب الاختصاصي في الجلد وكذلك الطبيب ديال العيون هكذاك ممكن يجي في الجهه ديال الاذن الا جا في الجهه ديال الاذن يقدر يدير الدخل داك الشخص يقدر يدير اون باراليزي فاسيال كذلك هاد الزونه الا ما كانوش لي كونديسيون ديجين ولا ما كانتش النظافه محترمه بزاف ممكن يتعفن فوق دوك لي فيزيكول كتزاد اون باكتيري وكيولي القيح كيوليو مشاكل اخرى دوك العلاج من غير هذاك لانتي فيرال ولا داك مضادات الفيروسات اللي كنعطيوهم كنعطيو مسائل باش كننظفوا هذيك المنطقه دي بوماد باش دوك لي كروت ولا دوك القشور اللي ناضو كيعاودوا يهبطوا دوك هاد المسائل كلها كنعطيوها للمريض المهم على اي حال يعني اللي فهمنا بان هاد المرض يعني نقدروا نتجاوزوه نقدروا نتشافوا منه طبعا الا كان السبب طفيف ماشي شي كانسير ولا سيدا يكفي فقط اننا نشخصوه في الوقت المناسب ونعرفوا شنو هو اكزاكتومون كيبقى المشكل ديال الالم لان كما قلت هاد الدواء سي فري كو خصنا نعطيوه في الم صعيب زعما بزاف بزاف وما يكفيش المهم خصنا نعرفوا ان الدواء خصنا نعطيوه في 36 ساعه الاولى ديال المرض باش نقدروا نقصوا من احتمال ظهور الالم ولكن في احيان كثيره واخا كنداويو المرض كيبقى عندنا الالم دوك الالم حتى هما خصهم العلاج ديالهم ولا بريزون شارج ديالهم هاد لا بريزون شارج ولا العلاج ديال هاد الالم كتكون عن طريق ادويه مضاده للالم كنبداو بحال اون كاسكاد ولا سلسله علاجيه كنبداو من الباراسيتامول اللي هو خفيف لا فيتامين بي 12 وكنبداو نزيدو في الجرعات وكذلك في العائله في القوه ديال ديال الدواء حتى كنوصلوا للادويه اللي مجهده بزاف بحال لي نيغوليبتيك ولا لي زانتي ديبريسور ادويه اللي كنعطيوهم للناس اللي عندهم امراض اون فادير عقليه باش نقدروا نخفوا من الالم ديال هاد الزونه دوك ما نستهنوش بها ونحاولوا ما امكن اننا نعالجوها في البدايه ديالها واضح نتمنى ان الرساله تكون وصلت لكل المشاهدين انا عرفت بان بزاف ديال مراكز الصحه تيجيهم حالات بزاف ديال الزونه قلتي لي لان كاين عند الناس الكبار بزاف تجيهم وحتى كان يعني الاكتداد السكني كذلك تيبين امراض بحال هذه اكزاكتومون بغيت ندير واحد الاضافه ثانيه راه واخا هذا الفاكسان باقي ما عندناش في المغرب خرج وي خرج واحد الفاكسان في جوان 2015 مضاد للزونه الوغ خرج في فرنسا هاد الفاكسان هاد التلقيح كيعطيوهم للناس ابتداء من 65 سنه حتى 79 سنه علاش لان الزونه لما كتجي في هاد السن المتقدمه ومتاخره كتكون صعيبه وكتعطي الام كثيره بزاف وكتعطى على شكل جرعه واحده وبناها للافاده مزيان باش الناس اللي تيمشيو لتما كيقدروا يقتنيو لما لا الاباء والاجداد ديالهم شكرا لك على توضيحات ليلى بشرى الدكتوره ليلى بشرى نمشيو اللحظه نكملوا حلقه اليوم صباحيه الدوزام هذه المره مع فقره الجمال و غيزانكوار غيزانكوار اللي ما تقدمي لنا وصفه طبيعيه مشكوره دائما على هذه الوصفه الطبيعيه هذا واجب الله يبارك فيك شكرا لك دونك هذه وصفه طبيعيه للشعر للشعر خصوصا السيدات اللي كيكون باغ اكزومبل الشعر ديالهم جاف بزاف وتيعياو من بغوشين كل نهار ولا يمشيو نديرو يعني شي ليساج ولا شي حاجه ويقدروا هاد الوصفه يستعملوها ليهم ولا لبنتاتهم لان كلها فيها مواد اللي هي طبيعيه ما غاديش تضرهم المشكل هو ان في المارشي في السوق كنلقاو تبارك الله عديد ديال الماركات وعديد ديال الاشكال ديال الكريمات اللي كريم اللي كنديروهم باش نبلاكيو الشعر ديالنا ولا الكريم اللي كندهنوا بها بوغ ايدغاتي وما كيمكنناش يعني سوا بغينا نديرهم موراها بغوشي ولا ما نديروش كيكونوا غاليين في الثمن 45 درهم كاين 75 درهم كاين 120 درهم كاين حتى 250 درهم ماشي الناس كلهم في استطاعتهم انهم يشريو هذا النوع ديال الكريمات ديال الشعر وهما الكريم باش تحضر هذا المستحضر بحال هذا كيكون ساهل غنعطيوهم الحيله الاولى كيفاش يمكن لهم يحصلوا عليه سو فورم دو سبراي يعني بخاخ للشعر ويكون ماوي بغينا نحصلوا على ديك لا تيكستور كريموز حنا هاد لا تيكستور غادي نحصلوا عليها من البور دو كاريتين يعني كل ما هو طبيعي
دونك اول حاجه غادي نصبوا لنا ان سبراي اللي غنديروه للشعر ديالنا الرشاشه. دونك انا حافظت على دي زومبالاج بحال هكذا اللي ديجا خواولي. كنا هضرنا واحد المره الا عقلتي سميره على المنافع ديال المورد على الشعر. كنا قلنا بانه كيقوي الشعر وكيحبس التساقط وفي نفس الوقت كيحيد القشره. دونك انا في بلاصه ما نستعمل الا لاحظنا هاد المستحضرات وقريناهم اغلبيه كيستعملوا غير دو لو ديستيلي غير الماء مقطر. انا غنستعمل ما مقطر ولكن ديال المورد اللي هو مغربي ديال قلعه مكونه ويكون احسن نشريو جوده مزيانه. فوالا هنا دابا غنحضروا سبري ومن بعد غادي نوريوهم لا تيكستور ديال لا كريم. الوغ الشعر ديالنا تيتخبل من بعد ما كنخرجوا من الحمام. ما بغيناش نديروا ليه بروشين، ما بغينا نديروا والو، غادي نديروا درنا المورد وشنو غادي نتبعوه؟ زيت. الزيت، الزيت ما غنكثرش، يعني غادي تكون ثلث زيت والثلثين ماء ديال الورد. اين الزيت اختاريتي؟ انا اختاريت زيت ارغان. فوالا ديال القياس ديالي. تيقول لك زيت ارغان ما مزيناش للشعر حيت ناشفه. الوغ زيت ارغان كوزميتيك ماشي حتى سيتون ويل ساش، ماشي ناشفه انها كتنشف الشعر، بالعكس غير هي ما تتخليش هذيك الوغ. كنا هضرنا على واحد المره الا عقلتي على المنافع ديال زيت ارغان بانه ما تيدخلش لداخل ديال الجلده كيف ما تيدخلش للشعر، تيبقى في لا سيرفاس وكيحمي ديك الزغبه. شنو الا غنعطيك تجربه سمينه في الدار وغتلاحظي هذا الكلام اللي غادي نقول. ملي تدهني شعرك بالزيت ارغان كياخذ شعرك مده انه ينشف، بلاص ما ينشف لك شعرك في ربع ساعة غياخذ لك 45 ساعة 45 دقيقة تحبس هذيك الرطوبة لأن الرطوبة كيخص الماء ما تيتبخرش دغيا من الشعر كيحافظ عليه. نفس الشيء بالنسبة للبشرة إل فا إيدغاتي بلوس لي شوفو. دونك أنايا هنا كنفضل دائما زيت الأساس ديال الخزامة. علاش المنافع؟ لأن هكا البنيتات الصغار تنعرفوا لي بو دابا الفترة ديال لي بو في المدارس. غادي ندير في هذا القياس هذا واحد 10 ديال القطيرات فوالا ديال زيت الاساس ديال الخزامه. كان عندنا الشعر ديالنا يعني الفروه ديال الراس دهنيه والاطراف اللي ناشفين غادي في عوض الخزامه غندير زعتر. دونك السيدات راهم حفظوا معنا المنافع ديال زيوت ديال الاساس. وهنا غادي نحصلوا على ان سبراي صافي سي فاسيل. ان سبراي اللي غير هو السيدات قبل ما تستعملوا دائما تخلط تمخض وترش دائما الاطراف و لي لونغور اي لي بوينت. فوقاش يمكننا نرشوا فروه الراس الا كنا واضعين زيت الاساس ديال اليزير اولا الزعتر لانهم تينشفوا الفروه ديال الراس. اليزير تينشف واليزير اللي عجيب فيه هو انه البصيلات كيدخل. سي زيت الاساس تقريبا الوحيد اللي عنده واحد الدور عجيب كيدخل البصيلات ديال الشعر وكيزيرها باش الزغبه ما كيبقاوش لي بور محلولين والزغبه واخا تجريها ما تتجرش فاسيلمون. دونك زيت الاساس ديال اليزير عجيب بزاف وعنده بزاف المنافع ديال الشعر. غادي نزرب قبل ما زبده الكاريتي تجمع ليا. الوغ باش نحصلوا على تيكستور كريموز بحال اللي تيتباعوا في لو مارشي انا غنقبطوا واحد القياس ديال جوج معالق كبار ديال بور دو كاريتي. انا ذوبتهم في حمام مريم وغادي نوضعهم هما الاولين ومن بعد غادي نستعمل معاهم الزيت اللي بغيت. انا دائما غادي نرجع كل ما هو مغربي وتنشجعوا الناس اللي يعني خصوصا انا تنشجع هذا الميدان لان السيدات هما اللي تيعملوا على هما اللي تيقشروا ارغان هما اللي تيطيحوا من الشجره هما اللي تيطحنوه بداك الريحه ديالهم. يعني نضامنوا مع السيدات ونضامنوا مع هاد لي ريجيون يعني هاد المناطق اللي عندنا في المغرب وهاد الجمعيات لان خصنا نعرفوا بان 3 مليون سميره ديال العيالات خدامين في ارغان. دونك يعني رقم لا يستهان به. ومن بعد غادي نزيدوا حتى هو شي شويه قطرات خفيفه من 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 ماء الورد غير المنافع ديالو فوالا. وهنا الزيوت ديال الاساس اللي بغينا على حسب المشكل اللي عندنا في الشعر ماشي غير الرائحه. بحال دابا الا بغينا بلوس دو بريونس الا بغينا هذا الوغ كان عندنا لي كاميرامان شحال مرات يسولوا في بلاصه الجل شنو يمكن لي ندير. دونك سيت اون كريم اللي غيمكن نستعملها في عواد الجل وباش الراجل يكون شعره ديالو بغيون غادي يدير السيترون. كنعرفوا بان لا بريونس يبغيناها في الشعر اما كنشلوه بالخل اما تنشلوه بالخل اما تنشلوه بالحامض. دونك غنديروا قطرات من زيت الاساس ديال الحامض غادي يعطي دو لا بريونس للشعر غيعطي لا بريونس للشعر. غنحركوا باش يتخلط كلشي ومن بعد غادي ندير هنا لان غيبدا الشيء هو ديجا بدا تيجمد ليا شويه. دونك غادي يجمد وغادي يرجع بحال الكريمات اللي تيتباعوا في لو مارشي ديالنا. هذه وصفه سهله يمكن للسيدات للنساء او للرجال
عوض ما يستعملوا له جل اللي تيهلك لهم الشعر لان خاصو يغسلوا يوميا. هذه كريم اللي يمكن له يبلاكي بها الشعر ديالو، كل مواد اللي هي طبيعيه ولكن خاصها تغسل حتى هي بالليل لانها خاصها يبقى لي دم في الشعر، غادي يخنق لنا المسام ديال فروه الراس. واضح، شكرا لك غزال مكبر على الوصفات ديال اليوم. نمشيو لحظه نستقبلوا ضيوف ليلى الشوي فقره نجوم ونجوم، خليكم معنا. شوفوا معايا بهاد 10 ريال نشرب قهوه دايزه الكلام دار تاع استا في الصاشيه كاينه. استا سريع التحضير اليوم غير بنص الثمن. وانا في الحقيقه فرحانه بزاف لان تيعجبني الحال فاش يكونوا افلام في القاعات السينمائيه اللي تهضروا على شخصيات طبعات الساحه الفنيه المغربيه ولا أكيد. المجتمع المغربي. هذه الايامات كاين فيلم الشعيبيه واللي حاضرين معاه ليسوا الا المخرج والبطله ديال الفيلم. مرحبا بكم معنا. شكرا. صباح النور. كيف ما قلت يا سميره، هذا يعني شرف كبير اننا نشوف بحال هذه الافلام اللي كتميز الساحه الفنيه المغربيه. فنانه كذلك تميزات بادائها الفني واختياراتها القويه بالادوار اللي كتاديها. الفنانه سعديه السكون، مرحبا بك معنا في الصباحيه الدزه، منورانا ككل بركة ككل مره. الله يحفظكم انتم لي منورات، وانا دائما كنتمنى انني دائما نبقى نحضر معكم. مرحبا مرحبا، نكونوا متاجات باش نعاود نحضر معكم. صباحيه مغزله صح عندي كل الفنانين طبعا. وكذلك سميره حاضر معنا ولي اول مره صباحيه دزم، المخرج السينمائي الشاب يوسف بريطان. مبروك. قبل من ذلك الانيماتور ديالنا ديال دزم الله يخليك. اكيد سميره الجمهور راه كيعرفوا بطبيعه الحال في مجموعه من يعني اللقاءات اللي كانت لي على شاشه القناه الثانيه دزام. حنا اليوم بغينا نباركوا لك الفيلم ديالك الجديد الشعبيه، ونباركوا لك الوسام سيدي، تستاهل كل خير على الفيلم المسيره اللي مازال غادي نرجعوا نتكلموا عليه ان شاء الله في لقاء إن شاء الله. خاص بك ان شاء الله ان شاء الله مع نزول الفيلم بالقاعات السينمائيه. فاولا مبروك عليك. شكرا. الفيلم ومبروك عليك الوسام. الله يبارك فيكم. شكرا، وانا كنشكركم على هذه الاستضافه، وهذا الشرف كبير هي انني نحضر مع رفيقتي في السينما سعديه أزكون. مرحبا بكم جوج. اذا يوسف أبريطل، هذا اول فيلم سينمائي لك، اختاريتي موضوع ماشي سهل، فيلم كتحيي فيه ذاكره ايقونه الرسم الفطري بالمغرب الشعيبيه طلال الله يرحمها، فهو تحدي كما تنقول بالنسبه لك كان ياك السي يوسف؟ وطبيعه الحال انا كنشوف بان مخرج غير باش يدير فيلم فهو تحدي في حد ذاته، واخا يكون شريط واخا غير فيه جوج دقائق فهو الناس كيحسبون بان السينما عامره بلي بايات وعامره بلاكواغ وبان داكشي ساهل. فانا كان من خلال التجربه الصغيره ديالي فكنكتشف داكشي كان كيقولوا الناس مش حال هادي سكو ماشي ساهل باش دير فيلم في اي بلاد، ماشي غير في المغرب زعما ولا حنا. الحمد لله المغرب اليوم تطور سينمائيا، فصعيب انك تدير فيلم، وصعيب انك تدير فيلم بطبيعه الحال كيهضر على واحد الشخصيه اللي هي شخصيه معروفه بزاف ولكن ما تعطاهاش واحد الحق ديالها في المغرب. لي ميديا اون جينيرال فاش كانت في حياتها باعوا لنا واحد الصوره ديال واحد الانسانه ساذجه ما عارفه والو، ما كتعرفش تهضر عربيه، ما نديوش عليها. كاع دوك لي زانترفيو اللي دازوا عليها كاملين كنشوفوا ميم لي جورناليست كيهضروا معاها بحال شي وحده ما كيديوش عليها، الوغ كو هي كانت ذكيه بزاف. لانك باش تبقى نايف وانت عارف القواعد ديال الرسم فخصك فريمون تكون تري انتيليجون. فهذا شرف كبير ليا انني نتكلم على هذه السيده في اول شريط طويل ديالي، وشرف كبير انها جات. وديالها كذلك تنظن بان اول فيلم اللي تيتكلم على حياه الفنانه الشعبيه. طبيعة الحال كانوا وبهذا زعما بهذا الصدد هذا كنشكر الابن ديالها الحسين طلال اللي ساعدنا بزاف واللي وقف معنا واللي ما كان سهل عليه انه يعاود. انا بغيت نعرف كيفاش قدرتي تقنعه يعني باش انه يتصور فيلم على الام ديالو، كيفاش انت كمخرج يوسف بريطل قدرتي تقنعه انك يعني تكتب فيلم وتصور على الشخصيه ديالها؟ انا عيطت له، هضرت معاه في التليفون ودار معايا موعد في لاكالغي اليف با. مشيت دخلت عنده كان جالس وشافني دخلت. هي دخلت قال لي غير شتك داخل حسيت
بشي حاجه راه سين ارتست قال لي حسيت بشي حاجه وانا معاك الوغ حنا عارفين بان شحال من واحد اتصل بيه باش يكتبوا كتب باش يديروا افلام ما عمره ما بغى سي كيسيون دو فيلينغ دو فيلينغ هو انسان كبير انسان عظيم عنده واحد القلب كبير فنان يعني قال لي انا معاك ف كان يعني باش يدير فيك الثقه وهذا سي با ايفيدون وي 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 هذاك الشيء علاش انا كنعترف داك الجميل ديالو وخصوصا انه مشى كيحفر في وسط من واحد الذكريات اللي هما ماشي ديما ساهلين صعاب شنو بات كنت كنجي عندهم من الرباط حتى لا غالري كنجلس باش نششلو معاه كنا كنهضروا كنهضر معاه خمسة دقائق تي كنخليه على راحته وكنمشي كيتصل بيا كيعتذر كيقول لي سمح لي كنقول له انت اللي سمح لي وكنعاود نرجع عنده بقينا كنجلسوا وكنششلوا الحمد لله هو فرحان بالعمل دونك العمل خدم منك وقت كبير في التحضير ديالو طبيعه الحال طبيعه الحال خدم مني وقت طويل ومن حسن الحظ ان كان معايا الابن كانت عندي لا سورس ديال الشعبيه من غير الناس اللي تلاقيت اللي تعيشوا معايا كريديبل 100% سورس كريديبل 100% هو مسكين عاوني بزاف وكنشكرو هو وكنشكر كاع لي غالغي ولي غالغيست نتاع الدار البيضاء اللي عطاونا زعما عطاونا غير باش يعاونونا بلا فلوس بلا حتى شي حاجه لي غالغي ديالهم عطاونا لي طابلو ديال بصح ديال الشعبيه اللي كنا كنصورو بهم يعني تيسوا ثمن خيالي دابا ثمن خيالي يعني لا بلوبار نتاع لي سين اللي فيهم لي طابلو ديال الشعبيه كيبانوا في ليماج سي دي طابلو سي دي فري سي دي فري نرجعوا للفنانه السعديه ازكون كيفاش ملي طرحت عليك الفكره ديال انك تقمصي هذا الدور ديال الشخصيه كيفاش حسيتي اولا النهار الاول فاش طرحت عليك الفكره كيفاش طرحت عليا الفكره يوسف هو غيحكي لكم كيفاش بنت له يعني بلا ما نقولها لانه غيقول من بعد ما اكتشفني هو كيف شافني وهذا عيط لي كان واحد اتصال قال لي الو معك يوسف بريتل استاذ يزغل صافا بخير لاباس شنو قال لي عندي ان فيلم وانا مرشحك ليه قلت له شنو هو قال لي الشعيبيه طلال الرسامه واش كتعرفي عليها شي حاجه يعني باقي ما كملناش قلت له كنعرفها ولكن كنعرفها من واحد الاستجواب زعما هو قال لي شنو قلت له كنعقل على واحد الاستجواب ملي كنت كندرس في المعهد تصنت لي وكنت دائما كان ماشي كنضحك عليه كنضحك به مع 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 الاصدقاء في المعهد علاش كنتي تضحكي به كيفاش كنقلدها وكانوا كلهم تيقولوا لي دائما فيما كنطلق يقول لي شنو 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 قالت شعيبيه وانا نقولها له قلت له باقي كنعقل عليه زعما دازت عليه سنين ما كنعقل عليه قولها لينا تيقول كتقول ليه انا راقده ما عليا ما بيا وقف عليا الواقف وعطاني الشيطة والصبغة وقال لي نوض صبغي انا عقلت عليه هذا السجن دابا فاش قلتيها ليا عقلت عليه فكنعاودو انا تبرش وفي هذيك اللحظه ما بقى ما كملناش الحظ قال لي ما كملناش قال لي من قال لي شوفي قال لي خليني انا غنكمل وغادي نتصلوا بعضياتنا راه انت اللي مرشحه لي يعني ما كملناش ما انا سيبلي عرفتي كيفاش قلتيها راه انا قلتها واو هذا هو كيفاش من بعد واحد سنه ونصف او سنتين بعد ما وجدوا يعني كتب عليه انا بقيت كنبحث وفرحانه بالفيلم انني غنلعب شخصيه كيف ما قلنا ليه هو ماشي سهل عليه انه يدير فيلم على شعيبيه انت ماشي سهل عليك انك تقمصي شخصيه بحال شعيبيه يعني اشتغلتي على الدور ديالك بحال لان كان غادي عليك سي حسين طلال انا زدت 24 كيلو هذا راه انا نجي لكم الهضره على بين فلافيش بين في الصوره اللي شفتها انا نعطيك اشنو حسين طلال انا الخلعه اللي شداتني بزاف انني تنقول واش نوصل الفيلم ولا هو ولدها عندنا مشهد كنصوروه في الكالغي لابسه الكوستيم يعني متقمصه الشخصيه نازله ما عمره ما شافك هو واجده ما عمره شافني قال لي بعدا قبل ما نكون بالكوستيم من بعد جلس درنا معاه كوليسه يعني عيط له يوسف درنا كوليسه معاه كيشرح لينا وداك الشيء ويقول لي انا كنشوفك انت الوالده قال لي انت اللي غتلعبي الدور ما كاينش من غيرك اللي تلعب الدور قلت الحمد لله بعدا انني شجعني قلت انا غير تشجيع وهذا تيقول لي يوسف لا راه بصح وداك الشيء انا قد ما كنفرح قد ما كتكبر فيا الخلعه لاني كنقول شخصيه حيه نقدر نقمص شخصيات يعني من خيالي من الواقع من مي حيه يعني انسانه باش غنقلدها الصوت انا الصوت دربت عليه كان ندير ولكن شنو غنعطي على هذه المراه يعني واصله لواحد المستوى كيف فهمتي بدات واحد التضاربات عندي ست من بعد فاش هذيك لاسين اللي نرجع ليها غنصوروا وقالوا لي راه الابن ديالها جا باش يشوفنا في وقت التورناج
انا نازله من واحد كاين دريجه قلت لها غير لابسه الكوستيم تكمسه الشخصيه حدي شفتي درت له هذاك ولدي طالع لي باقي ما كملتهاش يعني بقات لي بكي كي ماشي الدموع خرجوا من عيني تاي بكي اللي صدقات لي كي كلها تتبكي كنا كن يعني صعيبه 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 هو شاف مني مني عنقته بقيت راه انا كنعاودها ويعني علاش كنقول هذيك الشخصيه يعني ملكتني ما بقيتش ما صورت تعيت ولكن هذه حسيتي بها بزاف لانه وخصوصا التشجيع ديال ولدها مادام مني شافها عنقتو داك الشيء كيقول لي راه الشعيبيه حيت هو كيقولش الوالده كيقول الشعيبيه كيقول لي راك الشعيبيه سبحان الله يعني سي يوسف بريطل اول مره شاف سي الحسين بريطل الفيلم كيفاش حس شنو الاحساس ديالو شافو في القاعه السينمائيه ما عيطليش خمس ايام فاش شاف الفيلم وهذيك خمسه كل نهار تيتزاد عليك الخلعه يمكن لا 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 كنعرفو انا مسكين هو فنان شتي تيخصنا وصلنا دابا لواحد خصنا نعرضوه عليه كنت عرضوه عليه دعوه ما كرهناش خصنا نعاودو لا ديفينيسيون نعاودو لا ديفينيسيون تاع فنان لحقاش كثروا الفنان ما بقاش عنده المعنى الفنان راه من القلب عنده خمس ايام ما عيطليش انا عارف ما بغيتش نعيط له لان عارف مازال ما داش حتى عيط ليا وعيت له مازال مقطوع على النفس باش قال لي عرفتي علاش ما عيطتش ماشي سهل انه يشوف الصوره يعني تبارك الله عليك اه راه في شكل راه فاش وقفت له ودارت له هكا راه مسجله هذه كاينه في الميكينوف وقفت وقالت له ميكينوف عرضوا سوا مع الفيلم ولا لا؟ لا نديروه في ان بونوس ان شاء الله في الدي في دي وين راه كاين دي بيتي ميكينوف سوغ يوتيوب ميكينوف الشعبيه طلال وكنشوفوا هاد لاسين فين كي هبطت ودارت له ها وبالخصوص هو جا هدا ليها وهدا لينا الفيلم ما جبتيهش هدا ليها وحده كانت كديرها مود بصح ولعبنا بها الفيلم وهي اللي كاينه في الفيلم كاينه في الفيش ماشي لان انا خاصكم تحتفظوا بها هذيك ماستر بيس هذيك ماستر بيس بانك وصلتي للشخصيه ديال الوالده يعني كتباني لي الشعيبيه صافي صافي تو دير منعتاكم هذه قال لي هذا المفضل عندها بزاف لي بوند كل وحده في اللون راه غتشوفوها في الفيلم في الزرق قال لي هذه المفضله عندها كانت كدير الالوان انا منك ديريها في تابلو غنديرها في تابلو فوالا هذا الشيء علاش انا ما ممتاز دونك فاش عطاها فاش هبطت عنده وقفات ودارت له هذاك لو جيست ديال الله يرحمها وقالت له هذا وليدي طلال وبكى هذيك كلشي بكى حتى انا ما قدرتش نصبر قلت كلشي بكى ما يمكنش وكنقول انا شوف باش نقول لك لا ديفينيسيون تاع فنان شعلة على على شعلة ألم غيتحمل منين غيشوف الفيلم منين غيشوف الفيلم بحال جينا هنايا شباب كيف ما كنقولوا جينا عند سيد عاود خربقنا له ديك لا ميموار ديالو عاود حفرنا وقلبنا هذاك الشيء كامل إل لو سوبورت ومعانا وكيساندنا والفيلم عجبو أكيد غادي يعجبو بزاف وغادي يعجب كل المشاهدين ديال صباحيات فين ما كانوا نرجع نقول بأن الفيلم حكيت القصة من البداية يعني وهي طفلة فشيء جميل جدا أن نعيش معاها الحياة ديالها من البدايات ديالها فغادي نخليو المشاهدين يشاهدوا مقتطفات ونرجع لكم للحوار أو لا بوند أنونس سي تيفو ونرجع لكم للحوار ديالنا مع الضيوف ديالنا ما غيتش وين قدام دوار انتي مراتي السابعة حتى وحدة فيهم فاطة هذي غي تعملو لهم هاد شوية شعيبين مهبولة انتي غاتكون يا بركة ديال الشوكة بريطل تبارك الله على الفنانه ديالنا ساديه ازكون في حقيقه شنو نقول لك جميل جدا نشوفوا بحال هذه الافلام في القاعات السينمائيه المغربيه ويا ريت يكونوا افلام اخرين على الشخصيات اللي طبعت التاريخ ديال المغرب لا في الفن لا في الموسيقى هذا السؤال غادي نوجهوه للسي يوسف بريطل واش غادي يكونوا افلام بحال هكا يعني غادي تركز فيها على نبذه الحياه الشخصيات اللي برزات في المغرب ولا لان انت الاختيار عندك تبارك الله صائب في الاختيار المواضيع اللي انا بالنسبه لي هادشي بالسيف عليا كسينياست انني نقتسم بعد انا بالنسبه لي الشعيبيه طلال سي سكسيس ستوري سي اي واحد خصو ياخذ يستوعب الرساله وسورتو المراه المغربيه ماشي المراه المغربيه اللي
كتكون شي موجود فوالا المراه المغربيه اللي في وسط البوادي اللي بعيده اللي ما وصلهاش القرايه اللي ما لقاتش فرصه انها اللي عايشه غير بوحديتها فهاد الميساج كيقولها انت راه يمكن لك تكوني ما قارياش ويقولوا لك في صغرك راكي حمقه ومهبوله ويجوجوك في 13 عام مع راجل انت مرتو السابعه وتولدي في 14 ويموت في 15 وتبقاي غير بوحدك في الدار البيضاء نتاع الاربعينيات يعني في الايامات فين كانت وتولي واحد النهار شعبيه طلال اللي كتاكسبوزي لواحد ديالها مع بيكاسو مع موديغلياني تولي واحد المراه اللي امباسادريس ديال المغرب من شحال هادي هذا بالنسبه ليا جزء بسيط من الاعتراف لان كشاب وحنا كفنانين كنعطيو لهاد السيده باش نردوا لها الاعتبار وفي نفس الوقت كنردوا الاعتبار للمراه المغربيه اللي كنظن انها مناضله ومكافحه وكتستاهل وكتستاهل وانا هذا هو التوجه ديالي انا بالنسبه ليا كنعاود هذه الحكايات لبناتي الجيل ديالي والجيل اللي من مورايا الهدف ديالي ان شاء الله هو نوصل ليستواغ ديالنا حنا عندنا واحد التاريخ كبير اللي خصنا اليوم نعترفوا به خصنا نعترفوا ما نحشموش نقولوا حنايا راه حنايا واحد بلد استثنائي اللي هو المغرب وعندنا تاريخ ما اخترعناش ما موديفيناش 13 القرن ديال الحضاره فكاين تاريخ كاين فنانه فيلم اللي جا هو المسيره الخضراء غادي في هذا لا ميم لين جوستمون كاين الناس اللي غادي يقولوا لك سي يوسف بريتل بانك تختار جوستمون المواضيع اللي بريديسبوزي لو سوكسي فادير اللي تبغي تجبد بها لو سوكسي طوميو قول لي شاف انا هذاك لو كوتي اوبسكور كاين تبارك الله الناس اللي كيديروه وكيديروه مزيان وانا هذا لا يعني انني انا كاين اللي كيعجبو يمشي يبرك فين صافي مال وما يعطي لها حلول لا والو يخليها مرونه ويمشي انا ماشي من داك النوع انا نفضل نمشي نبرك على البلاصه اللي بوزيتيف باش نعطي الامل للناس وهذا هو السينما انا بالنسبه ليا نتمنى زعما نكون صائب هذا السينما هي هذه عندي انا الدور ديالها السينما خصني نحلمو السينما خصني نحلم بشي غد افضل نخرج من فيلم وانا كنقول واو حتى انا يمكن ليا فوالا على بروشين ايتاب شخصيات نتهملوا ما بقى ما عرفتيش شكون اللي درا الشعيبيه من بعد الموت ديالها الصحافه الاعلام بيتيت مي فيلم كونساكري ليها والبيغ ان راها محقوره ما خداتش حقها ماشي ما خداتش حقها محقوره كامراه مغربيه اللي مراه اللي كتسوى في العالم ما عرفتش شنو محقوره في بلادها محقوره في بلادها وسط ناسها وسط الشعب ديالها اللي ما كيعترفش بها وما كيتعترفش لحد الان كنا انا ويوسف واحد دينا الفيلم ديالنا مدينه اسفي واحد من المشاهدين طلبه المشاهدين اللي شافوا الفيلم طلبه ديال الكوردوزا قال لنا احنا كاين الا تجبد الاسم ديالك يقول لك هذه خرمازه ماشي رصانه لا صافي دابا قريت في ليكول دي بوزا لا شعبيه تلا يعني بوتيت تهضروا على فئه معينه من المجتمع لكن تنظن بان الشعبيه معروفه مادام وصلت للعالميه معروفه بانك كفنانه وخلا دابا وقيله دابا لا انا شويه انا كنعرف عليها انا كبيره مزيانه انا اخر سؤال غادي نوجهه للاله السعديه كي جاك سي يوسف كمخرج اول عمل ليه ما بيش لا بصراحه زعما انا هذه راه عندي انا كنهضر غير نيشان وما عنديش ما كان جامل حد بمعنى الكلمه مخرج بمعنى الكلمه كيف كيقولوا الشاب المخرج راه شاب مخرج بمعنى الكلمه يعني كيحترم الفنان والشي حنا في الفن لانه صعيب باش انه اصلا فنان هو اصلا فنان اصلا كان ممثل اصلا وعاوتاني حتى الترابي كتلعب لانه ملي تيكون الانسان مربي وكيكون فنان بمعنى الكلمه في قلبه انا تنحيي فيه اختياره المواضيع مره اخرى اختيارك الممثلين ديالك واختيارك لي سوجي اللي كنشكرو بزاف على هذا يعني هذا الفيلم هذاك حقيقه هو شكر كنشكرو بالنيابه على كل حاجه يعني لعبونا وحده الجمهور المغربي كله انه خصو يمشي يشوف دابا يمشي يشوف السينما بعائلته بوليداته ويشوف افلام السينما بمعنى ويفتخر مغربيه وحتى وليداته ما يعرفوها لان تيقراو ما كيعرفوهاش كيقراو وما كيعرفوش الشخصيه بالضبط يدي وليداتهم يشوفوها ويعرفوها نيكست ستيبس يوسف بقى من مر المسيره الخضراء اللي لعبت معايا في
لا سعدية صديقة الدم رفيقة السينما. فكاين افلام كتهضر على التاريخ ديالنا، فانا تنوج ان شاء الله فيلم على انا تبقى فيا الحال. ما كاينش كتب، انا كتب لا عندي ديال ليستواغ دو ماروك دائما كاتبينهم برانيين. ما كاينش كتب اللي تهضر على تاريخ المغرب، ما كاينش اعمال سينمائيه، اعمال فنيه تهضر كتارخ الشخصيات. انا كمشاهده تنطلب منك انت المخرج الله يخليك وتقولنا التاريخ المغربي، تكلموا على الكاهنه، تكلموا على السيدات المغرب اللي كلشي بغينا نتعرفوا عليهم، بغينا نوثقوا لهذا التاريخ. دابا السكسي اللي كاين الفيلم الشعبيه في قاعه السينما، انا بدا اول حاجه كندير فيلم للشعب، تنديروا لو بوبليك. انا بالنسبه ليا الاراء نتاع واحد الخمسه ديال الناس مجتمعين في شي مهرجان ما تتهمنيش، لان كيبقاو اراء خمسه ديال الناس ولا سته اللي هما كيديروا لجنه التحكيم، مع احتراماتي للنقاد السينمائيين وهذاك الشيء، وإني انا ما كندير لهمش السينما. انا السينما كنديرها كنشوف الوفات نتاع الميساج اللي كيجيوني من عند الناس اللي ما كيعرفونيش، اللي خرجوا من القاعه السينمائيه وكيشكروني وكيشكروا وكيهنئوا الفيلم. هذا هو التتويج الحقيقي، هذا هو اللي كيجعلنا حنايا نديروا افلام اخرين في هذا الصدد. شوف بعدا غادي نعيطوا لكم، غنمشيو نشوفوا اليوم ولا غدا، غادي نعيطوا لكم. احنا متاكدين 100% بان 5 مليون نسمه، دونك الا شافوا غير 5 المليون بركه. شكرا لكم على هذا المداوى، شكرا لكم، شكرا لكم باسم الفن المغربي، باسم الفنانين المغاربه وباسم الشعب المغربي. نشكركم، شكرا لكم مره اخرى، شكرا لك ليلى غيزلان، كل مساهم في تحضير حلقه اليوم صباحيه الدزر. غدا غادي نتلاقاو معكم بالنصائح هي ومواضيع تسهم حياتكم اليوميه. الكل والمزيد، صباحيه الدزر، نهاركم بركه.